من الطبيعة إلى المجتمع. بعد أن تكلمنا عن طبيعة الإنسان وعن صفات الإنسان وكل ما يميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى ونظرة علماء النفس للإنسان ونظره إليه من عدة جوانب، قلنا سنصل إلى درس جديد بعنوان من الطبيعة إلى المجتمع، كيف سيعيش هذا الإنسان في هذا المجتمع مع الطبائع الأخرى مع أقرانه، بحيث يحافظ على حقوقه وممتلكاته الشخصية وأن لا يضر بممتلكات الآخرين. فهناك علماء نفس وضعوا قوانين وأنظمة لكي يعيش الإنسان بسلام. سنبدأ بهذا الدرس ونتعرف على الآتي: أولاً، تحديد مبدأ العقد السياسي عند هوبز، يعني طبيعة النظام السياسي عند هوبز. شو هالعقد هذا السياسي؟ شو المقصود فيه؟ لنرى. سنتعرف أيضاً عن نوع الحكم الذي دعا إليه هوبز، وسنتعرف عن طبيعة النظام السياسي عند هوبز، وهذه فقرة أساسية هي أول فقرة بالدرس. أيضاً سنتعرف عن أشكال الحكم عند هوبز. تعرفنا عليه سابقاً، قلنا أنه هو عالم رياضيات وفيلسوف إنجليزي اشتغل بالفلسفة والأخلاق والتاريخ. العقد السياسي، المقصود في العقد السياسي هو طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكيف سيدير هذا الحاكم الحكم وتطبيق العقد. الأرستقراطية مقصود فيها طبقة تتميز عن سائر الطبقات الأخرى في المجتمع، يكون في يدها السلطة، قد تكون فئة المهندسين أو فئة الدكاترة أو الأطباء أو فئة معينة، فئة التجار مثلا، فتكون السلطة بيدهم، لا تربطهم رابطة عصبية، يعني مو كلياتهم من شرط يكونوا أقرباء، إنما يكونوا في مركز اجتماعي معين، فتكون السلطة بيدهم. هذا مقصود في كلمة الأرستقراطية. سنبدأ الآن في الشرح، في شرح الهدف الأول وهو طبيعة النظام السياسي عندهم. طبيعة النظام السياسي عند هوبز فقرة هامة، يوجد فيها تعاليل، يوجد فيها أفكار كثير رائعة. ينطلق هوبز من قناعة أساسية هي أن النظام السياسي الذي يحكم أي دولة ليس نتاج تطور طبيعي لمجرى الحياة الإنسانية، يعني اعتبر أن الأنظمة السياسية هي ليس وليد تطور الناس أو تطور المجتمعات، إنما الإنسان هو الذي يضع هذا النظام وهو الذي يبتكره وبطريقة لا تتعارض مع طبيعته، لأن كل إنسان يعطي قانون بحيث أنه يكون يوافق حياته، يوافق هواه، يوافق نهجه. يرى هوبز أن النظام السياسي لم يبتكره الإنسان بطريقة يناقض فيها طبيعته. على ذلك تكلمت أنا، قلت أن النظام السياسي لم يبتكره الإنسان بطريقة يناقض فيها طبيعته، لأن الإنسان كله له طبيعة وله رغبات، بده يكون النظام اللي بده يوضعه الإنسان يؤمن رغباته وحاجاته. الجواب هون في عنا تعليل، لأنه محصل الاستعداد الطبيعي في الناس بالإضافة إلى كونه قدرة تؤهلهم لابتكار أنظمة سياسية. إذا نحن أي إنسان عنده استعداد لكتابة قانون، يكتب القوانين بحيث أنه يتأقلم مع جاره، مع بيئته، أيضا مع أسرته. أحيانا بتلاقي نحن في أسر راقي جدا مثقف في فهمها، الأب مع الأم والأولاد، ويضعون قانون منزلة يتفق عليه الجميع، أنه نحن بالأثناء وضع الطعام بده يكون أنت المسؤولي عن الطبخ، أنت مسؤولي عن الفرم، أنت مسؤولي عن مد البيت، أنت يا ولد مسؤول عن جلب الحاجات. أثناء الانتهاء من الطعام كل واحد بيكون بمهمة معينة، أثناء قدوم الضيف أنت بيكون لك مهمة معينة. فإذا هذا بيسموه قانون، مين اللي بيضعه؟ الإنسان. كان هوبز نحن قلنا من أصحاب النظرة السلبية للطبيعة البشرية، كان يظهر الإنسان أنه شرير. كان هوبز تشاؤميا في نظرته للإنسان، على ذلك هون تعليل كثير هام وقد ورد في عدة دورات، قال لأنه يظن أن الإنسان ليس كائنا اجتماعيا بفطرته وطبيعته، يعني نظر الإنسان أنه دائما انعزالي، ما بيحب يجتمع مع الآخرين، ما بيحب يتعاون مع الآخرين. طبعا نظرة مردودة على هوبز، لأنه الإنسان اجتماعي، إنسان يحب أن يتأقلم مع الآخرين. وفي مثل شعبي سبق وقلت لكم، الجنة بدون ناس ما بتنداس. فإذا تلاقي واحد يسكن في قصر في جنة وأمننا لك كل الأغراض الطبيعية،
هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون ناس؟ لا يستطيع. إذا لاحظ هوبز أن يكون خاطئ على ما تملي عليه طبيعة الشريرة، إذا كتب الطالب الجواب لأنه يحاول أن يتخلص من الشر الموجود فيه للخلاص من هذه المشكلة، وما كتب عن حل عقلي، الجواب الطالب ما بيأخذ ولا علامة. من المفروض أن يكتب عن حل عقلي إذا بدي يفكر بعقله للخلاص من هذه المشكلة. فأنا قلت لكم سابقا أنه علامة التعليل لا تجزأ، يا أما الطالب يأخذ درجتان أو صفر. نحن قلنا لكل تعليل له درجتان. في الأسئلة العامة بيجي سؤال ثالثا أجب عن خمسة مما يلي، بيجيبوا لكم ست تعاليل أو ست أسئلة، كل سؤال له درجتان، العلامة لا تجزأ. أحيانا بيجيبوا لكم مقارنة راح نتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. إذا نحن هون عندنا الجواب، قلنا لكم علامة التعليل لا تجزأ، يا إما الطالب أو الطالبة بتاخذ درجتان في التعليل أو صفر. فإذا نحن جوهر الإجابة هون عن حل عقلي، إذا ما كتب الطالب أو الطالبة ما كتبوا حل عقلي ما بيحصل، ما بيعطي المعنى. حل هذه المشكلة هو أن البشر جميعا يجب أن يكونوا خاضعين لقوانين تحكم الجميع وتوجههم بما يتفق والمصلحة العامة بصورة تفضي للخروج من الحالة الطبيعية إلى مجتمع تحكمه القوانين المدنية، وهذا سيؤدي لحل المشكلة الأساسية والخلافات بين البشر. هي أن النظام السياسي الذي يحكم أي دولة ليس نتاج تطور طبيعي لمجرى الحياة الإنسانية. النظام السياسي لم يبتكره الإنسان بطريقة يناقض فيها طبيعته. هون بيجي عنا تعليل، لأنه محصلة لاستعداد طبيعي في الناس، بالإضافة إلى كونه قدره يمتلكونها تؤهلهم لابتكار أنظمة سياسية. كونه قدرة، نعم كفي. كان هوبز تشاؤمياً في نظرته للإنسان، وهون كمان عنا تعليل، لأنه يظن أن الإنسان ليس كائناً اجتماعي بفطرته وطبيعته، أو لأن الطبيعة الحقيقية تكمن في كونه شريناً من الأصل. رفض هوبز أن يكون الإنسان خاضعاً لما تملك عليه طبيعة الشريرة، لأنه يحاول أن يتخلص من الشر الموجود فيه بالبحث عن حل عقلي لهذه المشكلة كالحروب والنزاعات الدامية. حل هذه المشكلة هو أن البشر جميعاً يجب أن يكونوا خاضعين لقوانين تحكم الجميع وتوجههم بما يتفق والمصلحة العامة بصورة تفضي للخروج من الحالة الطبيعية إلى مجتمع تحكمه القوانين المدنية، وهذا سيؤدي إلى حل المشكلة الأساسية الخلافات بين البشر. ما شاء الله عليك يا نهى، قراءتك فصيحة وصحيحة وجيدة، شكرا لمشاركتك، شكرا لك. إذا نحن شو بنستفيد من هذه الفكرة أو من هذه الفقرة؟ لاحظوا معي لنفهمها قبل ما نطرق للأسئلة التقويمية. أنه نحن رأى هوبز أن النظام السياسي ليس وليدة تطور المجتمعات، إنما الإنسان هو الذي يبتكر هذه الأنظمة. نظر إلى الإنسان نظرة شريرة، رفض أن يكون الإنسان خاضع لما تملي عليه طبيعته الشريرة، ورأى يجب أن يكون الإنسان خاضع لقوانين يتفق عليها الجميع، بحيث أنه كل إنسان يحافظ على حقوقه الخاصة ولا يضر في مصالح الآخرين. هذه زبدة ما قاله أو طبيعة النظام السياسي عندهم. قد يأتي سؤال على الشكل التالي، كان هوبز تشاؤميا في نظرته للإنسان، بجيب صيغ التعليل. إذا جاوبنا لأنه يظن أن الإنسان ليس كان اجتماعيا بفطرته، صح. أو إذا كتبنا لأن الطبيعة الحقيقية تكمن في كونه شريرا بالأصل، صح. بكفي واحدة من هاتان الإجابتان، بكفي واحدة. أحيانا بيجي سؤال كان تشاؤميا في نظرته للإنسان، هو بيحط لكم أربع فلاسفة، مثلا لوك، ديكارت، كانت، هوبز. الإجابة الصحيحة من هو؟ يلا نشوف. تفضلي يا فاطمة الزهراء، اعتبرت معنا وانت اول مرة في ايدك، تفضلي، من هو؟ هوبز. اذا هيك بيجي سؤال. اذا احنا هون هالأسئلة ممكن يجي سؤال تكلم عن طبيعة النظام السياسي عند هوبز، بنكتب هالافكار الموجودة. احيانا يأتي سؤال قد لكم تعليل، احيانا بيجي اسئلة منها صح وخطأ، احيانا فراغات. كيف تجي فراغات؟ مثلا
أن النظام الإنساني النظام السياسي لم يبتكره الإنسان بطريقة يناقض فيها فراغ طبيعته. مثلا كان هوبز في نظرات الإنسان بيصف لكم كلمة تشاؤميا أو كلمة الإنسان. إذا خلينا دقيقين ممكن هيك يجي أسئلة. كان هوبز تشاؤميا في نظرته للإنسان يا بشرى عبد الرزاق بدي أسرع شوي. لأنه يظهر أن الإنسان ليس كائنا اجتماعيا بفطرته وطبيعته، وليس كائنا مستغرقا في التفكير النظري المجرد، وإنما الطبيعة الحقيقية للإنسان تكمن في كونه كائنا شريرا في الأصل. أحسنت. الأخزمينيكم قال وليس مستغرقا في التفكير العقل المجرد، هاي موجودة في الكتاب، ولكن هاي شرحة ما بنفهمها لحتى نأخذ الوحدة الثالثة بعنوان قضايا منطقية. فإذا نفهم أنه كيف مستغرق وغير مستغرق، لذلك أنا حالياً جنبتكم من هالعبارة، لأنه بكفي إذا جاوبنا الإنسان أنه ليس كائناً اجتماعياً بكفي، أو نظر إلى الإنسان أنه شريراً بالأصل بكفي. شكراً لك، شكراً لك يا بشرى. إذن لأنه يظن أن الإنسان ليس كائناً اجتماعياً بفطرته وطبيعته، أو لأن الطبيعة الحقيقية تكمن في كونه شريراً بالأصل. طيب السؤال بعده، بدي أياد جديدة، لا حد يرفع ايده، واللي يرفع ايده دغري يشارك، بس ناديته دغري ما بدي انا اتبيط شوي. وعد، وعد خالد، تفضل يا وعد. معك استاذ علي. رفض هوبرز ان يكون الانسان خاطعا الى ما تميله عليه الطبيعه الشريره، لانه يحاول ان لانه يحاول ان يتخلص من الشر الموجود فيه بالبحث عن حل عقلي لهذه المشكله. هذه المشكلة الحروب والنزاعات الدامية. أحسنت يا وعد، جواب كثير رائع وكثير صحيح. صحيح، لأنه يحاول يتخلص من الشر الموجود فيه في البحث عن حل عقلي لهذه المشكلة كالحروب والنزاعات.